معروف في ديننا الإسلامي إن العالم هينتهي بيوم القيامة، لكن هل يا ترى كل الأديان مؤمنة بالحقيقة دي، ولا إيه أصلاً تصور ومعتقدات الديانات التانية عن نهاية العالم؟ تابع معانا علشان هنفاجئك. الإسلام أعظم الديانات اللي نزلت على البشرية، وبيعتبر تاني ديانة من حيث الانتشار، وفي حوالي 1,800,000,000 مسلم على وجه الأرض، والقرآن الكريم اتذكر فيه إن نهاية العالم هتحصل بإبادة كل الحياة، والخير هينتصر على الشر. وفي ديانة تانية روايتها قريبة من رواية الإسلام، وهي الديانة المسيحية، اللي كتابها المقدس بيقول إن نهاية العالم هتحصل بعد حروب وكوارث وانهيار تام للمجتمع. والديانة المسيحية بتمثل حوالي تلت البشر، يعني بتعتبر أكبر ديانة ليها معتنقيها في العالم، والمسيحية مؤمنة بإن المسيح ابن الله. بننتقل من كلامنا للتاني الديانة السماوية، وهي اليهودية. اليهوديين دلوقتي شايفين إن في نهاية العالم، والعالم كله هيجتمع في إسرائيل، وكل الأموات هتصحى، والبشرية كلها هتعيش في العالم. ما ينفعش ننسى ذكر الديانة الهندوسية والبوذية الهندوسية، معروفة بعبادة البقر واعتبار استغفر الله ربنا. ومش بس كده، دول بيتباركوا بفضل البقر عليهم. الديانة دي منتشرة بشكل كبير جدا في الهند، معتنقيها حوالي 80%. معتقداتهم عن نهاية العالم إن مفيش حاجة اسمها نهاية عالم أصلا، هم شايفين إن الكون بيمشي في سلسلة حلقات دورية وبس. أما بقى الديانة البوذية، واللي هتضحك دلوقتي بسببها، معتقدين إن بعد نهاية العالم الأرض هتخش في مرحلة جديدة، وقتها تظهر ديانة جديدة مع تمثال بوذا جديد. والديانة دي درامية شوية، رغم كده بتعتبر من الديانات الرئيسية في العالم، وبتحتل المركز الرابع من حيث الانتشار. بيعبدوا صنم اسمه بوذا لأنه كان بيساعد الفقير زمان. استنى بس، احنا لسه مخلصناش. بس الديانات اللي هنتكلم عنها دلوقتي هتخليك تتجنن. الديانة الاسكندنافية، دلوقتي هتستغرب اسم الديانة، بس خلينا اقولك ان اللي بيعتنق الديانة دي شعوب وقبائل من النرويج، ومن اشهرهم قبيلة اسمها فايكنك. بيعتقدوا ان الههم هو اله تور اللي بيحمل بشر وبيقضي على اعدائه لسنين طويلة، او الههم هو الاله اودين اللي بعين واحدة. وعن نهاية العالم بيعتقدوا إنها هتكون معركة إلهية هينتج عنها تدمير الأرض. ديانة الأزاتك، دول شعب أمريكا الأصلي بس اللي موجود في المكسيك، ودي ديانة ما تفهم لهاش أول من الآخر، ولكن من طقوسهم الدينية إن هم بيعتقدوا إن الإله مش بيرضى بالحياة دايمة إلا بخلع قلوب الناس النابضة. شايفين إن نهاية العالم هتحصل لما يحصل كسوف شمس كلي هيستمر على طول. شعب أمريكا الأصلي، ولكن اللي تم إبادتهم بيعتنق ديانة اسمها ديانة هوبي. ودول بقى شايفين إن نهاية العالم هتحصل لما العالم يتملي بالتعابين والأنهار والعناكب، والبحر هيبقى لونه أسود. دول بركة إن تم إبادتهم أصلا، ولكن السلطات الأمريكية تعبت نفسها معاهم، كان ممكن تعملها نهاية العالم اللي معتقدين بيها وخلاص. آخر ديانة معانا هي أقدم ديانة في العالم، الديانة الزرادشتية أو المجوسية. اتأسست في إيران، وبتعتقد إن في إله واحد وهو أهورا مازدا، يعني الإله الحكيم، وليه ست مساعدين. ونهاية العالم عندهم هتحصل لما النار تلتهم الأرض، بعدها الغلطان والمذنب هيتعاقب 3 أيام بس وهيتغفر له. ودي كانت كل الديانات الموجودة في العالم ومعتقداتها عن نهاية العالم. قولنا إيه أكتر ديانة غريبة فيهم؟